سياسة الصهاينة هي محاولة تأديب كل جهة ممكن أن يشعر منها في خطر، والقوات الإيرانية موجودة كجيش إيراني وكميليشيات عراقية ولبنانية، وبالتالي هو يبعث برسائل إلى هؤلاء لا تقتربوا من الحدود، رغم أن الحدود السورية حدود آمنة مطمئنة رغم وجود أرض سورية محتلة. واحدة من محطات إدارة الصراع بين إيران وإسرائيل هي المحطة السورية، وباعتقادي أنه إسرائيل متحسسة من وجود هذه القوات العسكرية أو القدرة العسكرية خاصة الصاروخية في سوريا، ولذلك نجد بين الفينة والأخرى ضربات توجه إلى ذلك. وإذا لاحظت أكثر، نتنياهو صرح أول أمس على أن واحدة من إنجازاته أنه استطاع تحجيم هذا الوجود الإيراني في سوريا، وبالتالي واحدة من الأخطار الاستراتيجية على الأمن الإسرائيلي بالتعريف الإسرائيلي هي الوجود الإيراني في سوريا، لذلك سيبقى الأمر على ما هو عليه، قصف مستمر في قادم الأيام حتى تتموضع الأمور ضمن التوافقات كبرى ربما تكون بين إيران وأمريكا. أن هذا العدوان المتكرر، العدوان الإسرائيلي على سوريا واستهدافه للقوات العسكرية السورية أو حزب الله أو إلى آخر ذلك، تأتي في سياق المعركة المفتوحة بين معسكر المقاومة والممانعة من جهة، والعدوان والمشروع الصهيوني الأمريكي الرجعي العربي من جهة أخرى. وبتقديري أن هذه اليد الإسرائيلية التي تمارس يعني عدوانها على سوريا لن تستمر في هذه الحرية، ستأتي لحظة وأعتقد أنها قريبة جدا أن تقطع هذه اليد الإسرائيلية، وأن محور المقاومة يزداد صلابة ويزداد صمودا وتتعزز قدراته وإمكانياته. الذي يدفع ثمن القصف والصراعات ما بين الدول والمجموعات المسلحة هو المدني السوري، الذي يعتبر هو الضحية الأولى والأخيرة لجميع الصراعات والقصف أو التهديد بالقصف من قبل دول الصراع التي تتخذ من سوريا مكانا ومساحة لها في الصراع. المدنيين السوريين العزل الذين يعانون الأمرين، سواء بين الضحايا أو القصف أو المدنيين أو النازحين أو اللاجئين، للأسف في اتفاقيات والمعاهدات الدولية كجنيف وغيرها في زمن الحروب يفترض أن يولى المدني الأولوية الأولى، ولكن في هذه القصف وهذه التهديدات يعتبر المدني هو أداة ويعتبر هو الهدف الأول والأخير. نحن نطالب جميع العالم أن يتدخل لمنع أي قصف يطال المدني، يطال المدن، يطال الأراضي، لأنه لا يوجد قصف من دون ضحايا مهما كانوا. هذا أعظم انتهاك ممكن أن نواجهه في القرن 20 وممكن في هذا الوقت الراهن وتحديدا في سوريا.